كما ترون الآن على جسر الجمهورية في بداية جسر الجمهورية المؤدي إلى ساحة إلى المنطقة الخضراء وإلى أيضا ساحة التحريات في بغداد. المتظاهرون إلى الآن يتوافدون هنالك استخدام للقنابل المسيلة للدموع اليدوية والتي ترمى باليد ولا تطلق بالسلاح كما كانت في تظاهرات عام 2019، وأيضا استخدام للقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين من على جسر الجمهورية. دعنا نستقبل أحد المحتجين ليحدثنا عن تظاهرات اليوم. نرى نعم 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 هنالك حالات اختناق سجلت هنا في جسر الجمهورية بعد محاولة الاحتكاك مع نعم كما تسمعون هنالك صوتيات تستخدم لتفريق المحتجين. لو كانت الصورة والصوت واضحتان للمشاهد. نعم هنالك حالات اختناق ولا توجد إصابات كإصابات جروح كما حدث في عام 2019، فقط هنالك حالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع. هنالك أيضا استخدام مستمر للقنابل الصوتية لتفريق المحتجين المركز الأول لجسر الجمهورية. كما ترون محاولات متعددة ومتكررة للمحتجين في محاولة عبور الحاجز الكونكريتي الذي نصب على جسر الجمهورية. هنالك محاولة أيضا مستمرة. نعم هذه حالة اختناق أخرى تسجل في صفوف المحتجين هنا في بغداد. نعم كما ترون الصورة واضحة للمشاهد. نحن قريبون جدا من الحاجز الكونكريتي الذي هو الآن على جسر الجمهورية والذي يعتليه قوات مكافحة الشغب التي إلى الآن ترمي القنابل المسيلة للدموع وأيضا القنابل الصوتية كما تشاهدون. لا يوجد نعم حالات اختناق متكررة ومستمرة للمحتجين لتفريق المحتجين من هنا من على جسر الجمهورية. الأحداث تتسارع هنا في ساحة التحرير والمحتجون الآن يتوافدون، منهم من يحاول العبور ومنهم من ينظم مسيرات احتجاجية في ساحة التحرير برفع الأعلام العراقية فقط وأعلام ثورة تشرين. لا يوجد هنالك حمل لأي راية أخرى لأي مسمى آخر، منعت حمل الرايات الأخرى غير ثورة تشرين وغير راية أو علم العراق هنا في ساحة التحرير في ساحة الاحتجاج. أي أحد يحمل علما أو صورة مغايرة لتوجهات تشرين حتى بتوجيه من الجهات الأخرى منع هذا الأمر. هنا حصرت لتشرين ولمحتجي تشرين ولمطالب تشرين التي أكدوا من خلال تواجدهم هنا على رفضهم لهذه العملية السياسية الحالية في مجلس النواب رفضا قاطعا، ويطالبون بتغيير رجالات مجلس النواب بإعادة الانتخابات. نعم